الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة وأولئك هم المهتدون.